طيب اللي من حضراتكم حابب ياخد فكرة عن الأجواء الموجودة حاليا في فرع الجزيرة تحديدا من فروع النادي الأهلي، هنعرف كل التفاصيل مع زميلتنا العزيزة نورهان طمان مراسلة قناة النادي الأهلي. نورهان صباح الخير عليكي، وقولي لنا بقى إيه الأخبار وإيه الأجواء الموجودة عندك، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة. يمكن طبعا الساعات الأولى من اليوم النهاردة شهدت توافد يعني العديد من أعضاء الجمعية العمومية. على الأمن كان في طبعا، أو على البوابات كان في إجراءات وتشديدات احترازية كبيرة جدا، يعني يمكن بعد الأخبار حول الموجة الثانية من كورونا ويعني وهذه الأمور، يعني كان في التزام كبير جدا من الأعضاء مع البوابات وإجراءات يعني اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. خلينا كمان نقول انه درجة الحرارة النهاردة يعني العظمى 20 والصغرى 13 في شبورة مائية خفيفة. يعني الطرق المؤدية للنادي هنا شهدت سلاسة مرورية كبيرة جدا في الساعات الأولى من صباح اليوم. دي كانت يعني ممكن نقول أبرز مشاهد التواجد من داخل الجمعية العمومية هنا بنادي الفرع الرئيسي. خلينا نقول كمان أو نروح للأخبار الكرة أو الفريق الأول لكرة القدم. يعني الثنائي وليد سليمان ومروان محسن اختبار طبي النهاردة هيخدوه من أجل تحديد خدهم تدريبات الفريق القادمة، بعد طبعا ما حرمتهم الإصابة من السفر مع الفريق لخوض ضربة البداية الإفريقية النهاردة بالنيجر. كمان خلينا نقول أنه على مستوى الأخبار يعني بعيدا عن كرة القدم وأخبار الألعاب الأخرى، النهاردة طبعا الساعة 4 الساعة 8 النادي الأهلي هيلعب سبورتنج في نصف نهائي دوري المرتبط، بعد ما يعني يمكن زي ما احنا عارفين او عرفنا في الساعات الاخيره رفض اتحاد السله لتاجيل المباراه، بعد ما اخبرهم النادي الاهلي باصابه ثلاث لاعبين وهم كل من ايهاب امين وعمر الجندي وعبد الفضيل ابراهيم. ولكن المباراه النهارده هتذاع، وان شاء الله قناه النادي الاهلي يعني هتبث القناه هتبث المباراه بشكل مباشر. كمان خلينا نقول انه حاله من السعاده هنا في داخل الجمعيه العموميه بعد فوز رجال الاهلي في بدوري التنس وحصول سيدات الاهلي على المركز الثاني في الدوري امس. كمان خلينا نقول انه يعني في حاله من الارتياح بين الاعضاء الجمعيه العموميه قبل طبعا مباراه اليوم النهارده النادي الاهلي في ضربه البدايه الافريقيه الساعه 4. تمنيات كتيره جدا لاعضاء الجمعيه العموميه هنا، ويعني احلام بتحقيق البطوله العاشره. يمكن كمان كان يعني غياب أفشة مؤثر شويه، يعني شفنا بعض الاحاديث الجانبيه للاعضاء هنا انه يعني هم بقوا بيتفائلوا بوجود أفشة في اي معترك افريقي. دي كانت ابرز اخبار النادي الاهلي هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا ليكي انت زميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسلة قناة النادي الأهلي الموجودة